سبب إيران وإسرائيل. إيران بدأت تدي ضوء أخضر واستعدادات للرد على إسرائيل بقوة. طبعا ده بعد ما وجهت إسرائيل ليها هجمات خلال الأسبوع الماضي، وإسرائيل قالت إنها هترد رد قوي جدا، وقالت لو عادت إيران الهجوم مرة تانية خلال اليوم هيكون في رد عنيف. وخلال اليوم قال مستشار المرشد الإيراني كمال خرازي، قال إن طهران ستضطر لتغيير عقيدتها النووية، وميت خط تحت عقيدتها النووية دي، لو واجهت أي تهديد يؤثر على وجودها. هو قال نصا تهديدا وجوديا. طبعا الأمر ده بيثير المخاوف، يعني إمكانية استخدام السلاح النووي ده تلويح خطير جدا بيأثر على المنطقة بشكل كبير. طبعا أوضح خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران إن عندهم الآن قدرات فنية اللازمة كاملة لإنتاج أسلحة نووية. وطبعا الفتوى الحالية للمرشد الإيراني اللي بيحذر بيها إن هم بدأوا يلوحوا باستخدام السلاح النووي. طيب المشهد إيه؟ خلينا نشوف مداخلة مع أستاذ عبد الله نعمة المحلل السياسي اللبناني. مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء النور، منورنا في نقطة ومن أول السطر. الله يخليك يا أهلا أستاذ عبد الله. يعني لو قلت لحضرتك يعني المشهد في حرب دارية بين إسرائيل وإيران دلوقتي، وفي تلويح باستخدام أسلحة نووية، يا ترى حضرتك شايف المشهد ده ازاي؟ اول شيء بحب اقول لك انه طبعا اسرائيل لما ضربت ايران اخر مره هي ضربت الفيول بتاع النووي، هيدا اللي ما حدا بيعرف واللي ما حدا حكى فيه، هيدا الفيول هو اللي بيخلي يعني ايران تكفي بمشروع تصنيع النووي. انا بعتقد انه الضربه كانت قاسيه، ورجعت ايران 20 سنه لورا وحرمتها الشيء اللي هي عم تحلم فيه. فانا بعتقد انه ايران مشان هيك اليوم هي عندها يعني هاجس كثير انها ترد على اسرائيل، لانه الضربه كانت كبيره بالنسبه لها. بس بنفس الوقت ايران بتعرف كمان اذا ضربت اسرائيل ضربه قويه انه امريكا مش حتسكت ولا اسرائيل حتسكت، فالموضوع بده يكبر كثير. فانا بعتقد الامور بدها تروح لبعد الانتخابات الامريكيه لنشوف مين بده يطلع بالانتخابات الامريكيه، اذا ترامب ولا الثانيه. فانا بعتقد انه هلا في تأجيج طبعا، بس ما بعتقد انه ايران يعني تجرؤ انها تضرب اسرائيل، ما بعتقد يعني، لان احنا شفنا بلبنان شو عم بيصير فينا، تركوا الشعب اللبناني لمصيره يعني اكثر من السيد حسن نصر الله مغتيل، كان المفروض انه ايران تدافع عنه، هو احد ازرعتها الاول بالمنطقه الشرق الاوسط. نعم. يعني حضرتك بتستبعد يعني وجود حرب حاليا عشان الانتخابات الامريكيه، ولا بتستبعد استخدام النووي بشكل عام من ايران في مهاجمتها لاسرائيل؟ ايران ما فيها تضرب نووي، حتى لو كان عندها نووي ما فيها تضرب نووي على اسرائيل، ضربت نووي على اسرائيل اسرائيل وامريكا حيبيدوا ايران كلها من الوجود. هيدا كلام محترمي للجميع، يعني كلام هيدا ما له معنى. اليوم بتحارب اسرائيل وامريكا عم تحارب الكون، ما حدا قد اسرائيل وامريكا، ما بدناش نضحك على بعض، والدليل واضح وكلياتنا بنعرف كيف اسرائيل ضربت قبل وشو رد الايراني كان، صواريخ مفرقعات بالجو، صواريخ من غير رؤوس، ما بدنا نضحك على بعض. كان في مشروع ايراني امريكي فشل، ولكن الايرانيين بعدهم لحد هلا بيخافوا من امريكا، وامريكا بنفس الوقت اذا ايران ضربت اسرائيل ما حتضربها بضرب الموجعه، يعني هيدا كلام. انا بعتقد انه هيدا كلام بالهواء. لو بدها ايران تضرب كان ضربت ساعدت لبنان اللي حطته بنص المدفع، اللي كل يوم نحن هون بلبنان عم بيموت عندنا الناس وعم تتدمر اسرائيل، عشان حرب مدمره على لبنان، دمار مش طبيعي، يعني عم بتدمر لبنان تدمير.
يعني ما بعتقد هيدا الكلام مع احترامي لإيران، يعني هو ده أول. تصريح النهارده فندم لمستشار المرشد الإيراني، يعني هو صرح بإن ممكن يبقى في تلويح باستخدام النووي لو كان في تهديد وجودي لإيران. هيدا حكي نعم. ما هلا من شوي صرح الرئيس الإيراني قال إنه بمعنى إذا إسرائيل بتوقف الحرب بلبنان وبغزة هن بيعدلوا عن الضربة وما بيعوروها تعوير لإسرائيل. هلا الرئيس الإيراني من ربع ساعة صرحها، يعني شو ما بعتقد انا كله كلام بالهواء، هيدا ما بيقرب ولا بيأخر. اللي بده يضربه بيضرب، ما بقول للثاني انا بدي اضربه، والضربات كلها اللي كان بالاول تمثيل، يعني معلش هيدي افلام صارت محروقه. اللي بده يضربه بيضرب، وانا من الاخر بقول لك اياها، ايران لا تشكل اي تهديد بالنسبه لا اسرائيل ولا لامريكا. ايران ضحت بلبنان وحطته ببوس المدفع، والشعب اللبناني عم يدفع الثمن لا اكثر ولا اقل. اليوم في قرار دولي بيشال الزراع الاول لايران بالشرق الاوسط هو حزب الله لاضعاف ايران. غير هيك ما في، اللي بيقول لك غير هيك قولي له هذا الكلام مش مزبوط، لانه ايران لو بدها تحارب مش شنطرة تقول لهم انا بكره بدي اضرب والتنين بدي اضرب وبعد جمعه بدي اضرب وشو بدي اعمل، وقبل ما تضرب بتبلغهم. هيدا كلام ما شفناه اول مره لما ضربوهم صواريخ من غير رؤوس تفجيريه، مواتير ومواسير. يعني استاذ عبد الله نعمه شايف ان نتيجه الحرب وما تقوم به ايران هو ما حصدته الشعب اللبناني. طب لو سالتك المشهد الحالي اللبناني ايه؟ يعني حضرتك بنكلمك من بيروت دلوقتي، اخر مستجدات المشهد ايه؟ يعني انا اللي شايفه انه اصرار ايران على المواقف بتاعتها عم تجعل اسرائيل تتمادى بالضرب لبنان، عم تجعل اسرائيل ما تقبل باي حل، عم تجعل اسرائيل انه اليوم نتنياهو طلع على الشيط الحدودي وقال انه انا بمعنى بدي بعد ما حرق كل الشيط الحدودي الضيع، القرى اللي على البلدات 11 بلده اللي حرقهم على الشيط الحدودي ومخليهم صحراء وهبط دمرهم كلياتهم ابيدهم ابيده، عم بيقول هو انه نحن بدنا نعمل حزام امني لنمنع لنخلي المستوطنين يرجعوا على الشمال، كان باتفاق او بلا اتفاق. هذا